معي على الهاتف سيادة اللواء مصطفى درويش مدير إدارة العامة للمرور. سيادة اللواء مساء الخير. في أحد التقارير إحنا شفنا والحقيقة بنشوفهم في الشوارع مجموعة من الشباب الصغير السن، وأنا سعيدة إن في شباب يعني بيقوموا بهذا الدور، لكن في إحساس إن الشباب دول غير مؤهلين بشكل جيد عشان يكونوا عساكر مرور يقدروا إن هم يضبطوا المرور في الشارع. مين دول يا سيادة اللواء ولماذا هم غير مؤهلين؟ سيادة اللواء. أيوة يا فندم. مساء الخير. بالنسبة برحب بيك يا أستاذ الأنيس. بالنسبة للمنظومة المرورية، المنظومة المرورية عندنا في مصر، يعني أنا مش بدافع طبعاً، هي منظومة متكاملة من الفرد ومن الأمين ومن الضابط، والمنظومة دي متواجدة على الطرق، موجودة على الطرق السريعة والفرعية وداخل المحافظات، ولولا هذه المنظومة كان عدد الحوادث بقت كارثية. أكتر من كده يا فندم؟ أكتر من كده، يعني تواجد الشخص والضابط والفرد على الطرق وتواجد العمل المروري وتواجد الرادارات وتواجد وضبط المخالفات الصارخة، لولا هذا التواجد حضرتك هتسمعي على حاجات كارثيه. هو لسه احنا بنشوف حاجات كارثيه، هو لسه في رادارات يا فندم؟ احنا مش حاسين بوجود هذه الرادارات على الاطلاق. لا حضرتك انا عندي احصائيه، والاحصائيه دي مش احصائيه مفبركه، لا دي بارقام عربيات وارقام سائقين تم ضبطهم وتم تاديهم للنيابه. يعني انا هديكي بس احصائيه بسيطه جدا بالنسبه لتجاوز السرعه. الشهر اللي فات عندنا 78,903 تجاوز سرعة. بيحصل لهم ايه يا فندم؟ بيدفعوا 50 جنيه او 150 جنيه ويمشوا؟ حضرتك تجاوز السرعة طيب لو تسمعني من التليفون يا فندم، بلاش تلفزيون عشان نقدر نكون في حضرتك يا فندم. لا انا قصدي انه مخالفة تجاوز السرعة بيدفع 150 جنيه ويمشي، الموضوع بينتهي عند هذا الحد. ما احنا طالبين في ايوه احنا طالبين حضرتك نغلظ العقوبه في الماده تجاوز السرعه، طالبين تغليظها. طيب طالبين تغليظ العقوبه وطالبين خليني بس قبل تمام خليني بس اسال حضرتك على ارجع تاني الشباب اللي موجود من اللي موجود في كتير بنشوفهم في شوارع القاهره، انا ما اعرفش هم في شوارع محافظات تانية ولا لا. احنا بنلاحظ ان في بدل العسكري المرور اللي احنا معتادين عليه في شباب صغير كده، يعني مش عارفة، انا بشعر ان هم غير مؤهلين، والحقيقة ان الناس بتتطاول عليهم وبنشعر ان هم غير قادرين على الحسم، وان هم مش يعني الموضوع عشوائي كده يا ست اللي هو مين الشباب دول؟ حضرتك الموضوع مش عشوائي، يعني ده بس انا عايز اسال حضرتك عن الشباب دول، بيقف في تقاطع. مين الشباب دول يا فندم؟ الاشاره اللي موجوده ده عسكري مؤهل، بيبقى فيه معاه امين شرطه، بيبقى موجود معاه في التقاطع الضابط، يعني العمليه مش عشوائيه يا فندم. احنا عمرنا ما بنشوف معاه امين شرطه يا سياده اللواء، وبصراحه هو غير مؤهل. بص كده بيشاور للعربيه والعربيه بتمشي. بصراحه انا معتاده على عسكري المرور في مصر المنضبط اللي واقف واقفه سليمه، اللي هو انا بشوف شباب هزار، ويعني ما فيش انضباط، ما فيش وقفه العسكري المنضبط. ضابط الشرطه في مصر في جميع اجزاء منضبط. انا الحقيقه اللي احنا شايفينه ده شيء يعني غريب شويه على المرور في مصر. اشرح لي مين دول يا دكتور يا استاذ الأميس. ده عسكري مجند وما تاخديش الجزء السلبي، عسكري مثلا تلاقيه في تقاطع في حاله تراخي، يبقى ده النموذج بتاع وزاره الداخليه. لا انا ما بقولش نموذج وزاره الداخليه تاني، انا بقول لحضرتك تاني عشان اكون دقيق، انا معتاده على العسكري المصري المنضبط في وزاره الداخليه عموما، عشان كده انا مستغربه هذه النوعيه من الشباب اللي واقفين ينظموا المرور. حضرتك انا عايز اوضح لسعادتك، انت ما تاخديش بقول لك جزء واحد عسكري واقف متراخي بخدمه، ان ده النموذج اللي هو المعمم عندنا. وزاره الداخليه فيها عساكر منضبطه وفيها امناء منضبطين وفيها ضباط منضبطه، واحنا عندنا احصائيات بالمخالفات اللي يعني اقول لك بالنسبه لتجاوز سرعه عسير المخدر والضباط اللي جايباها والسرعات الرادارات اللي جايباها والسير يسار الطريق الخدمات اللي جايباها، ففي حزم برضو احنا في تطبيق القانون. طب الموضوع مش طيب ليه يا فندم يعني ما حسناش انه يعني الحوادث بقى لها فتره بتتصاعد، ليه فجاه
بقى في اهتمام وفي شده كده في اداره المرور، كنا نتوقع ان الشده دي تكون بشكل طبيعي بعد اول حادثه، يعني في الامور يعني انه طبيعي ان الدنيا تبقى مشدوده. احنا حسينا ان اداره المرور انتفضت بعد تكرار الحوادث بشكل اليم. يعني هل كام واحد كان لازم يموتوا عشان الناس تتحرك ونشعر ان هناك يعني حسم وحزم؟ احب اوضح لسعادتك، احنا ما بنشتغلش بنظريه رد الفعل. يعني احنا الاحصائيات اللي عندنا دي احصائيات قديمه. يعني انا لو اديتك الاحصائيات من شهر سابق، في احصائيات موجوده، احنا مش مستنيين لحد البحيره تحصل عشان احنا يحصل عندنا شده. احنا متواجدين على الطرق على مدار اليوم الكامل، الرادارات موجوده، حملات المخدرات موجوده، الحملات الفنيه موجوده، الانبعاث البيئي موجود، الخدمات موجوده، احنا مش مستنيين رد الفعل عشان حتى تحصل. والاحصائيات بتقول كده يا استاذ لميس، يعني طب يا بتقول كده سياده اللواء الفريق الزراعي، يعني الدكتور اسام عقيل ده لو زادت نسبه ال ايوه انا بس عايز اسال حضرتك، اتفضل. نعم اتفضل. انا بس عايز اسال حضرتك عن المجلس الاعلى للمرور اللي هو المفروض حضرتك يعني عضو في هذا المجلس، ماذا حدث لهذا المجلس؟ هل المجلس ده بينعقد؟ تعرف حضرتك عنه ايه؟ لا المجلس ما بينعقدش، المجلس ما فيش انعقاد للمجلس، ما فيش انعقاد للمجلس من فتره يعني من سنين، ما فيش انعقاد للمجلس. لكن احنا كادارات مرور في انعقاد وفي اجتماعات وفي تنسيق مع هيئه الطرق، وفي تنسيق يعني الدكتور اسامه عقيل دايما بنحضر ليه التواجد معانا على طول. بالنسبه لحادثه الطرق، طبعا طريق الزراعه اللي حصلت عليه الحادثه ده طريق نسبه النقل عليه والمقطورات تتجاوز 7%، والدكتور اسامه عقيل بيقول طالما نسبه النقل تجاوزت بالنسبه للمركبات على الطريق 7% لازم يتم تخليق حاره للنقل فقط. الكلام ده طبعا ما ينفعش يتطبق على الطريق الزراعي، بس بطمنك ان الدوله برضه بتسير في شيء علمي دلوقتي، بتعمل الطريق الاقليمي الدولي عشان يخفف العبء على الطريق الزراعي. يعني في دراسه وفي طرق تنشا، ويعني حضرتك لو بصيت على طريق اسماعيليه وطريق القطاميه وطريق اللي نفذه القوات المسلحه حاجه يعني حاجه مفخره، ونسبه الامان فيها عاليه جدا، ويعني بتضاهي يعني احسن الطرق في الخارج. ففي دراسات وفي مجهود، يعني الموضوع مش لا يختزل في تصوير بعض السيارات في مناطق عشوائيه بدون لوحات. طيب. احنا عندنا يعني حضرتك انت في اكتوبر ولا في القاهره لا في تواجد مروري، في تشديد مروري، وفي بنحاسب قائد المركبه. يعني لو طيب. لا تواجد هل ممكن انه فحص ومتانة بقى ان العربيات المتهالكة، العربيات اللي زي ما عرضنا صورها في التقرير واكيد حضرتك بتشوفها في الشارع دي، ما تتجددلهاش الرخص يا سيادة اللواء، واساسا يتم ايقافها في الشارع؟ الميكروباصات اللي بتنقل الناس وهي بيبانها مكسرة وازازها مكسر، الحاجات دي لازم خلاص تخرج برا الخدمة تماما. عايز اوضح لحضرتك جزئية بس، التقرير بتاع حضرتك ده في مناطق عشوائية، مناطق زي ناهية، مناطق عشوائية جدا، لكن داخل القاهرة داخل القاهرة بس في مصر مناطق عشوائية، بس هو متصور جوه مصر. يعني الكلام ده مش موجود يا أستاذ لميس، مش موجود يا فندم. بس الكلام ما هو ده في مناطق عشوائية، وده بينقل المصري ما حتى لو في مناطق عشوائية يا سيادة اللواء، حتى فندم لو السيارات اللي بتم ضبطها ده بدون لوحات بتتحجز وما بتخرجش، لأن يعني ولا يعاد ترخيصها. احنا عندنا في كيلو 10 ونص الاماكن اللي بيتم فيها حجز السيارات عربيات مهوله، ويا ريت حضرتك تبعت المعد بتاعك يشوف كميه العربيات المسطره الموجوده في هذا الموقع. وعموما بس احنا ما بنسكتش على اي غلط واي، لكن في انضباط في الشارع، في الشارع والطرق الرئيسيه على الطرق السريعه، يعني ونحمد ربنا هذا الانضباط بيقلل الحوادث الموجوده في 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 البلد. شكرا سياده اللواء مصطفى درويش مدير الاداره العامه للمرور.